منذ قليل انتهى اجتماع مهم لمجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. ماذا صدر في هذا الاجتماع؟ معنا على الهاتف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي. سيادة العميد أهلا بيك. يا فندم مساء الخير يا أستاذ إبراهيم، مساء الخير يا كابتن عدلي. أهلا أهلا بيك. الله يخلي حضرتك. المجلس خلص مش كده يا سيادة العميد؟ لسه خالص من نص ساعة بالظبط. تمام، طيب أهم القرارات. طبعا انا بس استكمالا للكلام الجميل اللي طبعا دوت يعني دور الشباب واللجان المخصصه وبرنامج عائله الاهلي النهارده، طبعا احنا كلنا كنا يعني اللقاء كان مهم جدا جدا، وكان شرفنا السيد وزير التربيه والتعليم الدكتور طارق شوقي الاهلاوي المحترم اللي بيحاول يغير وبيطور وبيدخل التكنولوجيا، وهو قال كلام جميل جدا توجيهات السيد رئيس الجمهورية ازاي يعني نخلي الانسان او الشاب يبدع ويتعلم ويفكر، وده اللي احنا بنقدمه للمجتمع. وكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره بيقدمه للمجتمع. النهارده لجنه الشباب كان ليها دور مهم جدا جدا في حلقه وصل مهمه في البروتوكول اللي اتمضى النهارده بمعرفه السيد الوزير طارق شوقي وزير التربيه والتعليم وكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. ودي طبعا النادي الاهلي النادي الاول او النادي دايما هو طباق ورائد في قراراته. فالحمد لله رب العالمين، النهارده اول بروتوكول لبنك المعرفه عشان يخدم الرياضيين اعضاء النادي الاهلي الجمعيه العموميه ابناء النادي الاهلي، ازاي نساعد ولادنا اللي هم يبحثوا في بنك المعرفه، ازاي هنساعد ولادنا اللي هو يبقى عندهم تطور تكنولوجي. ودي كانت فكره لجنه الشباب اللي هو كابتن خطيب اول لما سمع عنها اداهم كل السبورت اللي هم يتحركوا عشان خاطر النهارده فعلا نوقع هذا البروتوكول. فطبعا يعني بنشكر لجنه الشباب، بنشكر كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره اللي هو دايما يعني اي فكر كويس او اي فكر هيقدم خدمه اعضاء الجمعيه العموميه والنادي الاهلي وجمهوره على الفور بيتنفذ، وعلى طول زي ما احنا شفنا النهارده كان توقيع البروتوكول دوت وكلام الدكتور طارق شوقي الجميل جدا جدا اللي انتم بقى ان شاء الله تستكملوا عليه الموضوع باذن الله. والنهارده برضه استكمالا لهذا الموضوع والتطور التكنولوجي، النهارده كانت اول جلسه مجلس الاداره مستخدمين فيها التابلت بدون ورق، هو ده برضو من تطورات مجلس الاداره عشان خاطر يبقى التكنولوجيا يعني دلوقتي انتوا بتخشوا المجلس بالتابلت وهتمتحنوا بيه وهنمتحن بيه برضه وبرضه كل اعضاء مجلس الاداره تمتحن بيه. فهو النهارده كان مش تقول لي ايام عصر المدير التنفيذي بالورق والقلم، لا القلم الكوبيا القلم الكوبيا لا والله احنا بنحاول يعني يبقى في تطور، وهو ده المفروض يعني النهارده. صحيح. زي ما كابتن محمود الخطيب قال الدوله عليها اعباء، النهارده الانديه ليها دور ومساعده المجتمع ليها دور ومساعده الدوله، فاحنا النهارده بنبدا بنفسينا. انت النهارده بتتحرك في كل اتجاه، في سواء على المستوى الرياضي الحمد لله رب العالمين دلوقتي ابتديت تنقل مرحله ثانيه وبقوه جدا المستوى الاجتماعي، والحمد لله احنا يعني ماشيين فيها بشكل بخطه ثابته ومساعده كل اللجان المتخصصه اللي موجوده معانا. وطبعا برضو النهارده اخذنا قرار مجلس الاداره بتعيين الاستاذ محمد الصبان، وهو طبعا من الكفاءات المصريه المعروف في مجال التكنولوجيا المعلومات عشان يكون مستشار لمجلس الاداره في هذا المجال، برضو عشان اضافه لتطوير الموقع النادي الاهلي، اضافه لتطوير العمل الاي بي والتكنولوجي في النادي الاهلي عشان خاطر يقدم خدمات على مستوى النادي. انت النهارده النادي الاهلي بقى عنده يعني الفروع الثلاثه وفي فرع رابع في التجمع الخامس ان شاء الله باذن الله، وفي برضه خطه ازاي نطور فروعنا ونزيد من عددها على مستوى محافظات الجمهوريه، فربنا يسهل ان شاء الله. فطبعا اهم يا رب توصلوا وقريبا لفكره ازاي نعمل الانتخابات بالتصويت الالكتروني اكيد برضو ده هيبقى ليها دور مهم جدا جدا، عشان كده الاستعانه بالاستاذ محمد الصبار كمستشار لمجلس الاداره في هذا المجال اكيد هنشوف الفتره اللي جايه في تطوير قوي باذن الله. وطبعا برضو بمساعده الشركه الرائعه والمصريه للاتصالات انت بتغير البنيه التحتيه بالكامل النهارده للنادي على مستوى ثلاث فروع عشان خاطر تبقى قادره اللي هي تستوعب هذا الموضوع يعني ان شاء الله باذن الله. انا عارف ان شركه وي يعني في الاجتماع اللي كنا حضرناه حريصه جدا انها تدعم الخطوات دي، واعتقد انها ممكن تعمل معانا دور كبير في هذا الشان. وهي ابتدت بالفعل فعلا شغاله بالفعل، وفي خلال يعني ان شاء الله باذن الله نهايه الشهر الحالي او يعني نص الشهر القادم ان شاء الله يكون على مستوى الثلاث فروع. يبقى انت النهارده عندك خدمه الواي فاي متوفره، خدمه الانترنت متوفره ومتوفره بمنتهى القوه، وهم ابتدوا فعلا بالفعل شغالين يعني.
ربنا يكرم باذن الله ان شاء الله باذن الله. غيره ده كان ايه يا فندم؟ غيره اللي بعديه بقى الموافقه على اطلاق برضه في هذا المجال الابلكيشن لاعضاء النادي الاهلي عن طريق الموبايل. يبقى في ابلكيشن موجود من خلاله يستطيع عضو النادي الاهلي يقدم كل الخدمات اللي هو بيبقى محتاجها من طريق عن طريق الابلكيشن، حتى لو في اي شكاوى بالنسبه له الخدمات المقدمه في النادي برضه هيبقى عن طريق الابلكيشن بيكتب الشكوى بتاعته هيدفع يعني عن طريق هننسف بقى صندوق الاقتراحات والمشاكاوى والكلام ده وخلاص احنا كلنا معانا الابلكيشن بتاع النادي بيدي لك كل خدمات النادي وتعبر معاه على اي شكوى اي ملاحظه اي كل اللي انت عايز تقوله هتتواصل بيه. في الفترة الحالية هنشتغل على التوازي، هنسيب الابلكيشن لشبابنا واولادنا والاجيال اللي طالعة، وهنسيب برضه صندوق الشكاوي للخبرات اللي موجودة لغاية ما كل الناس تبقى عندها القدرة اللي هي تستخدم الابلكيشن وتستفيد من الخدمات الموجودة، يجدد اشتراكه من غير ما يجي النادي، بيحجز معسكر مرسى مطروح، بيحجز الخدمات او المطاعم من خلال الابلكيشن اللي معاه، بيحجز مستوى النشاط الرياضي، فكل ده ان شاء الله باذن الله هيبقى فيه تطور مع الاعضاء، وهيبقى في اماكن هتتوفر خلال الشهر الحالي ان شاء الله باذن الله في ثلاث فروع عشان خاطر نعرف اعضائنا ازاي يستخدموا ابلكيشن النادي الاهلي، وازاي يبقى لو في مشكله بيبقى في تواصل معاهم لغايه ان شاء الله ما نطمن تماما عمليه الابلكيشن تفاعلت بمستوى جيد مع اعضائنا ان شاء الله. فده برضو من القرارات المهمه اللي احنا خدناها النهارده. اما على مجال التسويق طبعا برضو تطوير التسويق، فاحنا تم برضو موافقه على تعيين مريان راشد خشاب نائب رئيس قسم التسويق للعلامه التجاريه برضو عشان خاطر تدعم اداره التسويق والتعاقدات بتاعتنا في الفتره المقبله ان شاء الله باذن الله. الحاجه الثانيه طبعا احنا عايزين نبارك للفريق الدرجه الاولى كره الطايره اللي فاز ببطوله كاس مصر، وهو سافر امبارح بولندا عشان خاطر استعداد معسكر تدريبي عشان خاطر بطوله افريقيا المقامه باذن الله الفتره من 1/4 وحتى 10 ابريل في على ارض النادي الاهلي. واحنا طبعا احنا برضو بننظم دلوقتي بطوله السيدات اللي هتنتهي يوم 25 مارس ان شاء الله باذن الله، واتمنى الفوز لفريقنا. فاحنا برضو اعتمدنا الميزانيه الخاصه بمشاركه البطوله فريق الطايره الرجال في بطوله افريقيا اللي هتقام ان شاء الله باذن الله الفتره من 1 ل 10 4 باذن الله. فده بالنسبه للنشاط الرياضي. وبرضو في اعتمادنا توصيه المكتب التنفيذي في تجديد او عقود للاعبين كره اليد سيدات 22 لاعيبه درجه اولى، وطبعا برضو ده على المستوى الاحترافي برضو دعم لعيبه كره اليد سيدات عشان خاطر الفتره القادمه ان شاء الله بننتظر منهم نتائج الافضل. التعاقد مع لعيبه تنس بطله مصر وبطله الجمهوريه مايا شريف لموسم 2019 برضو مجلس الاداره وافق على التعاقد مع اللعيبه لدعم حقوق فريق التنس. بالنسبه بقى للخدمات الاجتماعيه مجلس الاداره برضو النهارده اعتمد خطه معسكر مرسى مطروح. السنه اللي فاتت كان عندنا معسكر مرسى مطروح كنا قدمنا فيه تطوير، السنه دي برضو نفس القصه اعتمدنا 23 اسبوع لخدمه اوسع لاعضاء الجمعيه العموميه على مستوى الثلاث فروع على ان تبدا الحجز وافتتاح معسكر مرسى مطروح ان شاء الله بدايه من 20 ابريل، وينتهي معسكر مرسى مطروح 19/10 باذن الله باجمالي 23 فوق. تم تخصيص 5 افواج للرواد لان طبعا رواد النادي الاهلي بالنسبه لنا مهمين جدا جدا، زي ما شباب النادي الاهلي مهمين زي ما برضو روادنا وخبرتنا احنا بنتعلم منهم مهمين بالنسبه لنا. فبالتالي برضو مجلس الاداره اعتمد معسكر مرسى مطروح. والحاجه الاخيره طبعا اعتمدنا المنافذ المتقدمه عشان خاطر منطقه الفلوس الجديده اللي بتؤسس في مدينه نصر، 12 منفذ بواقع 12 منفذ في شركات كتير جدا اتقدمت اسماء عاليه عشان تقدم خدمات طيبه في مدينه نصر ان شاء الله. برضو ده من ضمن برنامج عائله النادي الاهلي ازاي احنا بنطور خدماتنا وبنطور. النهارده النادي الاهلي بقى او الانديه على مستوى ثلاث فروع بقى النهارده اعضائنا بقت الحمد لله رب العالمين هو ده اللي احنا كنا بنحلم فيه، الاولاد عايزين يجوا النادي بقى في تردد على النادي في خدمات متوفره، فده احنا شايفينه. فعشان كده احنا بنحاول بنطور في خدماتنا عشان خاطر اولادنا ما يجوا النادي ما يخرجوش منه ويبقوا في وسطينا، ازاي بقى يستفيدوا يبقى عندهم قدوه يتعلموا منها. وهو ده اهم حاجه، دي اهم حاجه، هو ده الغرض الاساسي. النهارده بندور على القدوه لاولادنا، ازاي يبقى في قدوه يتعلم منها الاخلاق، ازاي قدوه يتعلم منها الروح الرياضيه، ازاي قدوه
يبقى شايف منها سواء علميه او رياضيه، ده هو ده بقى انت بتقدم نموذج للمجتمع محترم، فانت عايزه يبقى قدام عينيك دايما. ودي حاجه مش سهله سياده العميد، وانا شايف ان هي بيدفع فيها ثمن احنا بندفعه واحنا سعداء وقادرين على سداد هذا الثمن. يعني ربنا يوفقكم. احنا مبسوطين بانه اللي هو ثمن بيدفع فريق عمل جيد طبعا، الاداره بروح جيده، كل الناس بتشتغل، كل الناس مديه وقت طويل جدا. النهارده لو هتشوف على مدار اليوم، انت يومك بيبدا الساعه 9 الصبح بينتهي الساعه 11، اعضاء مجلس اداره برئيس مجلس اداره متواجد على مستوى اليوم، فده ده العاملين كلهم في النادي الاهلي. فهي دي الخدمه اللي احنا بنقدمها عشان خاطر زي ما حضرتك بتقول بقى، ازاي اقدم ابني في المجتمع يكون فعلا يعني نموذج مشرف يخدم بلده وبيخدم ناديه بالشكل اللائق بالاخلاق اللي احنا عايزينها، اللي انتوا ربيتونا عليها يا كابتن عادل، اتعلمنا منكم، وبنحاول بقدر الامكان ننقل برضه هذه الرساله للاجيال اللي جايه ان شاء الله بإذن. ربنا يوفقكم وتحافظوا على الاهلي في مكانه وصداره ورياده وقدوه، وانتم لها باذن الله. يا رب يخليك يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي.